سلام واهلا وسهلا لاحلى متابعين لقناه بسمه الحلويات. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. جيناكم بوصفه جديده كما كنا قلنا شعارنا وصفه سهله وبنينه. اليوم جبنا لكم بنيون بن محقن، وصفه ولا اروع، سهله جدا، اسهل ما يكون وبنينه بزاف، تجي روعه. الاولاد راح يحبوها، فرحوهم يوم العيد ونفرحوا العائله تاعنا. نتمنى ان شاء الله انها تنال اعجابكم. نروحوا لمقادير البنيون تاعنا. واش نحتاجو مقادير البنيون تاعنا؟ مقادير بسيطه جدا. نحتاجو طابله شيكولا نوار، نحتاجو 4 معالق سكر ناعم، زوج صفار، وملعقه اكل زبده، ونشيحوه بالكاكاو. نروح لطريقه التحضير. نبداو اول حاجه نحطو تاعنا الشوكولا، ونحطو معاها الملعقه تاع الزبده، ونحطهم على حمام مائي حتى يذوبوا معانا. خلاص نروحو نكملو الوصفه تاعنا. حطينا تاعنا الشوكولا والزبده يذوبوا مع بعضهم. نروحو واش نديرو؟ قبل ما نروحو ما تنساوش الاشتراك في القناه بالضغط على الزر الاحمر وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد والاعجاب بالفيديو. نبداو بسم الله. نحطو الصفار تاعنا، نفصل الصفار عن البياض. بعد ما فصلنا الصفار عن البياض نحط 4 معالق تاع السكر ناعم تاعي. دوك هنا على بالي كامل تقولوا لي 1 2 3 4 هاني كيدتهم 4 معالق سكر ناعم. نخلط هادو مع بعضهم. هذا البنيون تاعنا ما يطيبش، على بالي دوك كامل في التعليقات والعظام يجي خضر. دوك الشوكولا تاعنا وهي سخونه نصبوها عليهم. كي نصبوها عليهم حيتعقم البيض تاعي حتى يذوبوا في بعضهم. بعد ما ذاب لي السكر مع البيض هذاك، الشوكولا تاعي راهي ذابت، نفرخها عليهم ونحرك. كما قلت لكم الشوكولا راهي سخونه راح تعقم لي البيض تاعي. حطوا الشوكولا ونخفقوها مع البيض والسكر. وصفه سهله جدا، تعملوها العيد زربك الحافل العيد، ولا تعمليها جوك ضيوف على غفله، يجي بزاف بنين هكا. بعد ما تخلط الشوكولا والصفار نبدا نضيف الكاكاو تاعي بشويه حتى تولي معايا عجينه سهله جدا وتجي بزاف بنينه. نضيف تاعي الكاكاو بشويه حتى نتحصلوا على عجينه. هاي بعد ما ولات تشكل معايا البنيون تاعي، انا هنايا ضفت لها الكاوكاو بزاف، جاتني شويه يابسه، نتوما خليوها شويه طريه باه تجيكم بعد سهله كي تشكلوها. نحتاجو المحقن تاعنا ونحطو البلاطو تاعنا، نحطو بعدا فيه الكيسات ونشكل فيه الحبيبات تاعي. وصفه سهله جدا، ما جيت خلصت ديجا محطوطه في الكيسات، حطي في الصحن وكولي وقدميها. اسهل من هذه الوصفه ما كانش، بزاف سهله واقتصاديه، بزوج عظمات ربع مغارف سكر، وتجيكم بالك حل نص كاس كاوكاو هكاك، ولا تخرج لكم هنايا 25-30 حبه، زوج صحونه 3 صحونه تاع العيد. ولا كون يجيوكم كضياف على غفله ولا تخفتوا على الكاطو، تجيكم حلوه سهله وبنينه. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتنال اعجابكم. وهنا الزين كما تحبوا حنزينهم بهادو الحبيبات، حطوا واحد هاك تحبوا بالفارميسال هكذا. نكمل كامل الحبيبات تاعي كما راكم تلاحظوا، نشكلهم ونتلاقاو في صحن التقديم. هاي الحلوه تاعنا جاهزه في صحن التقديم كما تلاحظوا هنا. هذوك اللي ما عندكمش المحقن ولا عجبتو باه ديروا بالمحقن، ديروهم كويرات فقط كما تلاحظوا هنايا هكا. زينتهم بهذو الحبيبات يعطيهم منظر رائع، حلوه خفيفه وسهله وبسيطه، نفرحوا بها الوليدات نهار العيد. ما كانش اسهل من هذه الحلوه والد منها. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتنال اعجابكم. وفي الاخير ما علي غير نقول لكم صحه فطوركم، صحه شربتكم، ربي يتقبل صيامكم. سلام.